اشترينا اليوم وكل هيدا حتى نجربه ونحطه بمتجر أناقة أنثى. ليتس جو. أول شي شو رأيكم بسك البحر؟ كتير حلو، الكواليتي كتير رائعة، لاحظوا كتير كتير قوي. ويلا على البحر شوفوا شو جبت. لزقات رح نستخدمه لهدول اللزقات حتى الابتسامة، تجاعيد الابتسامة تروح. رح جربها ونشوف إذا كانت كويسة رح تشوفوها بمتجر أناقة أنثى، إذا ما أنا كويسة أكيد ما رح حطها بالمتجر. هاي كانت أول قطعة. ثاني قطعة، تتذكروا المرة الماضية إنه أنا اشتريت ملاعق من هذه الماركة وكانت رائعة جدا؟ رح أجيب لكم إياها. شوفوا هيدي هي الملاعق اللي أنا اشتريتها، كواليتي إلها ممتازة، فجبت منها شواك. وهيدا الطقم للبيت. وهيدي الصابونة سمعت عنها إنه كتير كويسة بماء الورد وزبدة اللوز، يعني للوجه الجاف. بما إنه نحن هلا عم نتعرض للشمس ممكن بشرتنا إنه تجف، فأنا رح أجربها كيف إذا كانت كويسة للبشرة ولا لا، بتجفف ولا لا. وهذا أكيد إذا كانت كويسة بتشوفوها بمتجر أناقة أنثى. أما شوكولاتي، هدول الشوكولات اشتريت منهم إذا بتتذكروا المرة الماضية كانوا من هيدا النوع، فأنا كفيت اللون الأزرق بما أنه عم نلبس جينزات وكذا. وعلى تيابي لاحظوا هدول مشتريتهم قبل، بيلبقوا لتيابي، فالكواليتي فيهم كتير كويسة، لهيك أنا عم جيب كل الألوان، رائعين جدا. حبيت جرب هيدا النوع من اكسسوارات الشعر، كتير شكلها حلو، لاحظوا الديتيلز اللي موجودة فيها، ألوانها بتاخد مع الأسود والبني، فمنحتاجها بما أنه بالصيف رح نرفع الشعر. وهيك بعد ما حطيتها بيطلع شكلها حلوة، هي للشعر حتى تكمس الشعر كله. أما جبت أنا الريتينول الأحمر، تعرفوا كتير مطروش الميديا فيه، أنا حبيت جيبه وجربه وخبركم بنتيجته. لكن بعد أنا ما درست عنه حتى الشركة شو قايلة عنه، ما بيصير نحن نستخدمه مع الشمس القوية، فبهيدي الحالة بعد ما اشتريته أنا رح أكتب عنه مقالة عن مكوناته وكيف نحن ممكن نستخدمه، أنه هو تركيز كتير مرتفع وشو هي النتائج الإيجابية والسلبية، بعدين رح نجرب بالخريف. انطروني، وإذا كان كويس أكيد رح تشوفوه بمتجر أناقة أنثى. التركيبة الجديدة من فلوريجا، ورح أحط لكم كل المنتجات اللي موجودة للفلوريجا حاليا بعد هذا الفيديو. هذه المنتجات هذا المنتج بالتحديد اللون الأزرق فيه 5 أحماض من الهايدرولونيك. حمض الهايدرولونيك مثل ما بتعرف انه هو كتير بيساعد البشرة على انه تخفف من تجاعيدها. ليش؟ وكلنا صرنا بنعرف كيف هو حمض الهايدرولونيك. حمض الهايدرولونيك بيحتجز رطوبة البشرة، لهيك رح تشوفوا النتيجة انه بشرتنا ما بقى فيها تجاعيد وشادة، لكن هو بعد ما بنخلص التريتمون فرح ترجع البشرة مثل ما كانت، لكن هو يوفر ترطيب عالي للبشرة الجافة والعادية. فإذا كانت بشرتك جافة أنا بنصحك بهذه التركيبة، وإذا كانت بشرتك دهنية أكيد ما بيخدمك أبدا. حمض الهيدرولونيك معروف جدا بعلاج التجاعيد، لكن كل العلاجات أنتوا بتعرفوا أنه هي موضوعية، فهو خلي ضمن روتينك اليومي حتى أنت تحافظي على بشرتك. وأكيد رح جربه، إذا كان حلو رح أضيفه على المتجر كمان. هذه الآلة اللطيفة الصغيرة هي آلة رح افتحها وفرجيكم ياها، هي لزوجي، للشباب كتير بيستفادوا منها، خلونا نشوفها. هذه الآلة شوفوا استخدامها كتير حلو، انسيابيتها لذيذة،
تستخدم انه نحن نشيل الشعر اللي موجود جوا الانف وجوا الدينه. في كثير ناس بيكون عندهم كثير بيكون كبير وهون بيأثر، يعني تلاقي منظره ما حلو، فبس بنحطها وبتلقط الشعر وبتشيله. المسافة اللي بتدخل فيها هيدي هي المسافة تقريبا سنتي وما بتدخل أكثر. ومثل ما بتعرفوا إنه الشعر اللي موجود بالأنف هو شعر كتير مفيد لتنقية الهواء اللي نحنا بناخده من الشوائب ومن الغبائر، فبس لكن أحيانا بيكون هيك في شغلات نافرة فممكن تساعد الشباب. هيدي الآلة رح تشوفوها على متجر أناقة أنثى لأنه مجربينها وكتير كويسة وبنصح فيها. وهيك بنكون عملنا جولة صغيرة لمشتريات اليوم، وهذه المشتريات مثل ما خبرتكم وأنا بجربها وبضيفها على متجر أناقة أنثى. بتمنى إنكم تكتبوا لي بالتعليقات شو بتحبوا جرب وضيف للمتجر. رح أحط لكم أيضا روابط شراء من المتجر، فيكم تفوتوا على مجموعات التليجرام، وأيضا رح أحط لكم الروابط المباشرة للمتجر. ومثل ما بتعرفوا متاجرنا هي موجودة بفرنسا، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، وفي الوطن العربي السعودية والإمارات. بتشكركم أحبتي، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير.